مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط درسنا اليوم هو اليونت الخامس الدرس الثاني عنوان الدرس نوار رمزي موجود بصفحة 45 من كتاب الطالب صفحة 60 من كتاب النشاط قبل ما نبدا بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناه اليوتيوب بيج الفيسبوك في الاستاذ طه حسين ودرس اللغه الانجليزيه لمتابعه جميع حلقات دوره الثالث متوسط كذلك يتم نشر صور الملزمه عبر بيج الفيسبوك في الاستاذ طه حسين ودرس اللغه الانجليزيه اما اماكن بيع المزمة موضحين في الرابط الموجود اسفل الفيديو في الوصف نبدا بالدرس صفحه 45 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحه وات ووز نوار رمزي دوينج ان 2013 ما الذي كانت تفعله نوار رمزي في عام 2013 What do you think has happened؟ وما الذي تعتقد أنه حصل؟ طبعا هذا السؤال الجواب عنه موجود بالمحادثة أو الانترفيو المقابلة بين نوال رمزي أو دكتورة نوال رمزي والصحفي إذا راح نقرأ النص نوضح مفرداته وراح نتعرف على جواب هذا السؤال اللي موجود بداية الدرس فهنا أنا يقول لي listen to the interview استمع للمقابله الاستاذ هنا راح يقرا المقابله بين نوال اند reporter بين الدكتوره نوال وصحفي فروم Iraqi مورنينج نيوز من جريده الصباح العراقيه What is نوال رمزي دوينج ذيز دايز ما الذي تعتقد او ماذا تفعل نوال رمزي في هذه الايام اذا هنا المقابلة بين نوال رمزي وصحفي من خلال المقابله راح نتعرف على نوال رمزي الدكتوره او دكتوره الاسنان وشنو العمل اللي تعمله هذه الايام؟ وماذا كانت تعمل في, عمل في عام 2013؟ الى اخره. اذا هذه القطعه طبعا قبل ما ابدا بقراءتها، هذه القطعه غير مطلوبه بالامتحان الوزاري، لكنها مهمه كتحضير يومي يسالها الاستاذ كاسئله شفويه بداخل الصف، اما كتجيني بالامتحان الوزاري ما تجيك على شكل قطعه، لكن من الممكن تجيك على شكل مفردات مثل ما راح نجي ان شاء الله نوضح بالدقائق القادمه. اذا راح نجي نقرا القطعه ونوضح مفرداتها وبعدها نتطرق للأسئلة المتعلقة بالقطعة والأجوبة مالتها اللي تعتبر كتحضير يومي فهنا أنا الريبورتر الصحفي يقول Good morning. صباح الخير Today we are talking to a well dentist. ركزوا يا طلاب كلمة well-known كلمة جدا مهمة معناها مشهور حاولوا تسجلوها بالدفتر لأنها مهمة جدا وبالدقائق القادمة راح تعرفون الكلمات اللي نطلعهن شلون تجينا بالامتحان well-known معناها مشهور well known dentist طبيبة أسنان أو دكتورة أسنان مشهورة first دكتور رمزي السيدة أو الدكتورة نوار رمزي طبعا احنا نعرف ان باللغة الانجليزية ينادون الشخص باسم ابوه فهنا يقولها دكتور رمزي السيدة او الدكتورة رمزي آه, بيناديها بكنية ابوها first of all اولا where were you born اين ولدتي الجاوبة تقول له I was born in موصل ولدت في الموصل إذا هاي أول معلومة نستخرجها أن دكتورة نوال رمزي ولدت في الموصل يسألها الصحفي What were you doing before you became a famous ماذا كنت تعملين أو تفعلين قبل أن تصبحين دكتورة مشهورة أو طبيبة أسنان مشهورة نانا فيموس هي مرادف المن لويلنان إذا أطلعها واكتبها لأنها مهمة ومن الممكن تجيني بالسؤال المفردات أو سؤال الإملاء well known معناها مشهور، مرادفها اللي تعطيها نفس المعنى كلمة famous، famous كذلك معناها مشهور. إذا، ماذا كنت تفعلين قبل أن تصبحين دكتورة أسنان مشهورة؟ تقول له well, I was already a dentist and I was reading a lot at home. تقول حسنا، أنا كنت مسبقا طبيبة أسنان وكنت أقرأ الكثير في البيت. and keeping in touch with large number of dentists. Keeping in touch معناها أبقى على تواصل with a large number مع عدد كبير of a dentist من أطباء الأسنان. إذا هي قبل ما تصير مشهورة هي كانت طيبة أسنان لكن دائما كانت تقرأ وتتواصل ويا أطباء الأسنان على مود تطور من نفسها. In a different countries في بلدان مختلفة around the world حول العالم. ريبورتر الصحفي يسألها I see حسنا لقد فهمت أنا I see معناها فهمت So what changed your life ما الذي غير حياتك هذا جدا مهم السؤال الأسئلة والجبة تطلعها مهمة لأن راح تفيدنا بعد دقائق قالها ما الذي غير حياتك الجاوبة دكتور رمزي One day في أحد الأيام I was treating a tooth for one of my patients كنت أعالج treating هم كذلك مهمة معناها يعالج a tooth كنت أعالج سن for one of my patients لأحد مرضاي patients المرضى it was badly decayed لقد كان مسوس بشكل سيء and needed to be pulled out وأحتاج أن يقلع يجب أن يتم إقلاعه everything was fine كل شيء كان جيد but all of the sudden gum started bleeding لكن اللثة بدأت بالنزيف I tried and I tried until I finally succeed in stopping the bleeding. حاولت وحاولت حتى أخيرا نجحت في إيقاف النزيف. bleeding معناها نزيف، هاي تفيدكم بالسادس إعداد إن شاء الله. I resumed my work again وأكملت عملي مرة أخرى. It was a lesson for me. لقد كان درسا لي to work harder and find a newer smarter methods. كان درسا لي لكي أعمل بجد أكثر and find newer وأجد أجدد smarter أذكى methods طرق طرق أذكى وأجدد to treat bad teeth لكي أعالج قلنا treat معناها يعالج bad teeth الأسنان المسوسة reporter الصحفي سألها what happened then ماذا حدث بعدها إيش قلت لقيت I practiced in different workshops تدربت في مختلف ورش العمل on using lasers in dentistry لقد تمرنت في ورش العمل في استخدام الليزر في طب الأسنان I opened larger new dental clinic هاي كلش مهمة dental clinic dental clinic معناها عيادة أسنان ركزوا وياي هسة احنا عرفنا ان dentist معناها طبيب أسنان احفظها طبيب أسنان ركزوا وياي وراها اش طلعت أدنى طلعت عندنا كلمة دنتستري دنتستري معناها طب الاسنان معناها طب الاسنان وبعد دنتال دنتال كلينيك شنو معناها؟ معناها عيادة اسنان، هذني الكلمات اللي بنطلعهن كلمات جدا مهمة حاولوا تحفظوهن كمعاني وليس كإملاء ما عدا كلمه well-known نون ملأها well-known معناها مشهور، فيموس كذلك معناها مشهور. using modern equipment هاي همنا كذلك كلمه جدا مهمه. equipment معناها معدات. أه هنا نرجع من البدايه انا فتحت عياده كبيره جديده using modern equipment باستخدام ادوات او اجهزه حديثه او معدات حديثه to make my work more successful لكي اجعل عملي ناجح اكثر. سألها الصحفي: Are you happy with your work now? هل انت سعيدة بعملك الآن؟ جاوبته: Oh yes, very happy. نعم جدا سعيدة because I am helping people لأني أساعد الناس in my city في المدينة to have healthy teeth لكي يحصلوا على أسنان صحية. I also offer free treatment كذلك أقدم علاج مجاني، free معناها مجاني to poor families. للعوائل الفقيرة and the families of Iraqi soldiers والعوائل الخاصة بجنود العراقيين. ريبورتر سألها الصحفي أو قال لها الصحفي "Now show me the new equipment that everybody is talking about" قال لها والآن أظهري لي المعدات الجديدة التي يتحدث عنها الجميع. إذا بعد ما قرأنا القصة وعرفنا مفرداتها وعرفنا الكلمات المهمة بها الآن أدي شغلة جدا مهمة أو موضوع مراجعة لموضوع جدا مهم اللي هو موضوع الماضي المستمر، بالدرس السابق أخذنا الماضي البسيط وعرفنا شنو تفاصيله وعرفنا قواعده وراجعناه أصلاً احنا ماخذينه ما سابقاً. اليوم راح نراجع كذلك موضوع الماضي المستمر اللي أصلاً كذلك ماخذينه ما مسبقاً. كما تم توضيحه سابقاً في اليونت الأول الدرس الثاني، احنا ماخذين ما الماضي المستمر باليونت الأول الدرس الثاني، أن زمن الماضي المستمر هو زمن يستخدم للتعبير عن أحداث حصلت في الماضي واستمرت لفترة معينة خلنا نوقف هنا شوية الماضي البسيط اللي أخذناه الدرس السابق شنو حدث وقع وانتهى في الماضي يعني مثلا أقول I watched the match yesterday شاهدت المباراة البارحة هاي مشاهدة المباراة حدثت وانتهت في الماضي انتهت أما الماضي المستمر شنو فرقه هو حدث وقع في الماضي صحيح لكن استمر لفترة معينة مثل شنو استاذ مثلا اقول I was playing football كنت العب كرة القدم لما نقول كنت العب كرة القدم معناها لعبي لكرة القدم استمر لفترة معينة حتى جاء حدث اخر مثلا when it rained عندما امطرت انا ظليت العب طوبة او ظليت العب كرة القدم لحد ما امطرت حدث لعب كرة القدم استمر لفترة معينة وتكون صيغة الفعل was أول زاد فعل يحمل ing يعني ذاك كان فاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة هذا لا فاعل زائد ووز ووير زائد فعل يحمل ING كما سيتم توضيحه أدنى إحنا عرفنا إن لكل زمن ثلاث قواعد مثبت ونفي واستفهام نجي على قاعدة المثبت شو تقول قاعدة المثبت فاعل زائد ووز أو وير زائد فعل يحمل ING زائد تكملة زين أستاذ شو وقت ال الووز وش وقت تخلي الوير هاي إحنا ماخذيها بمراحل سابقة أنه الهي إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت شو أخليهن؟ أخليلهن واز. زين أستاذ شو تخلي الوير إذا كان الفاعل ذي يعني معناها جمع أو وي أو يو أخلي له وير هذني نخليلهن وير أو كان الفاعل جمع زين أستاذ الآي ويا من؟ الآي باعتباره مفرد يروح ويا الووز إذا عرفنا شو وقت نخلي الووز وشو نخلي الوير. هذه بقاعة المثبت. بالنفي سهلة. مجرد أضيف نوت المن للوز وير. إذا تتذكرون بالدرس السابق أنه بالنفي أخلي ديدنت اللي هي ديد نوت وأرجع الفعل مجرد، هنا إن لا، فقط فاعل زائد ووز أو وير نضيف له النوت زائد فعل يحمل ING. وبالاستفهام الوز أو الوير أخليهن بالبداية ومن ثم الفاعل ومن ثم الفعل يحمل ING، يعني الفعل يبقى يحمل ING ما على أصله مو مثل الماضي البسيط. زين كمثال سها ووز كوكينج إن ذا كيتشن. سها كانت تطبخ في المطبخ They weren't cleaning the house هم لم ينظفوا البيت Was he doing his homework هل كان يفعل واجبه البيتي هذه بقاعة المثبت والنفي والاستفهام كذلك هذا الموضوع يعتبر مراجعة لزمن الماضي المستمر اللي اخذناه بدروس سابقة ليش استاذ ده خلينا نراجع لان مثل ما وضحت لكم انه الدرس القادم ان شاء الله راح ناخذ الربط بين الماضي المستمر والماضي البسيط فهو ده يراجع لكم اياهن وراها ياخذ موضوع الربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر هذا كل ما يخص الصفحه الاولى من كتاب الطالب عرفنا انه محادثه بين نوال رمزي وصحفي يسالها عده اسئله وتجاوبه وراها بكتاب النشاط راح نشوف انه راح يسالني عن نوال رمزي اكثر شو يقول لي تمرين اي يقول لي read the sentences about the نوار رمزي interview اقرأ هذه الجمل منطيني مجموعة من الجمل عن interview مقابلة نوار رمزي and mark them true or false وقم بوضع صح أو خطأ T معناها صح وإف معناها خطأ listen and check ومن ثم بعدها استمع وتفقد إجاباتك نجي على الجمل النقطة الأولى يقول لي نوال رمزي was born in بغداد نوار رمزي ولدت في بغداد صح لو خطأ ذكرنا بالقطعة لما سألها قالها وير واز يو بون؟ أين ولدتي؟ قالت لها I was born in Mosul ولدت في الموصل إذا الإجابة صح لو خطأ؟ الإجابة أكيد خطأ هذا كتحضير يومي أذن الأسئلة أعيد وأكرر كتحضير يومي غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي نمبر 2 ثانية before becoming a famous قبل أن تصبح مشهورة نوار رمزي read a lot قرأت نوار رمزي الكثير صح لو خطأ؟ قالت له بالمقابلة ان هي كانت تقرا الكثير I was reading a lot and keeping in touch with large number of dentists وبقيت على تواصل مع الكثير من اطباء الاسنان اذا الاجابه صح لو خطا نعم الاجابه صح كانت تقرا الكثير اذا نقول true number 3 the tooth نوال no pulled out was healthy السن الذي قلعته نوال كان صحيا صح لو خطا اكيد الاجابه خطا ماكو واحد يروح يقلع سنه إلا إذا كان هذا السن مسوس وغير صحي إذا الإجابة فولس خطأ فور رابعا نوال participated in workshops about toothbrushes. نوال اشتركت في ورش العمل عن فرش الأسنان الإجابة صح ولا خطأ ذكرنا أنه هي اشتركت في ورش عمل بس مو عن toothbrushes عن فرش الأسنان وإنما عن المعدات الحديثة وعن استخدام الليزر في العلاج، اذا الاجابه صح ولا خطا؟ الاجابه خطا. 5: the new clinic العياده الجديده uses old fashioned equipment تستخدم او تستخدم معدات قديمه صح ولا خطا؟ اكيد الاجابه خطا. قلنا ان المعدات اللي استخدمتها كلها مودرن حديثه، اذا الاجابه فولس. 6: نوال's work is now more successful. عمل نوال اصبح اكثر نجاحا. الإجابة صح ولا خطأ؟ طبعا صح لأن هي كانت تستخدم معدات حديثة والناس بدأت تحكي عن المعدات الحديثة اللي تستخدمها إذا الإجابة صح نوال likes helping people have healthy teeth نوال تحب مساعدة الناس على أن يحصلوا على أسنان صحية صح ولا خطأ؟ طبعا هو هذا عملها هي تساعد الناس على أن تكون أسنانهم صحية إذا الإجابة ترو poor people الناس الفقره have to pay لوتس to see نوال رمزي عليهم ان يدفعوا كثيرا باي معناها يدفع يدفعوا كثيرا لرؤيه نوال ذكرت بالقطعه ان هي اصلا العلاج مالتها مجاني للناس الفقره اذا الاجابه صح لو خطا الاجابه اكيد خطا هذا ما يخص تمرين اي تمرين مهم كتحضير يومي اما كقطعه مطلوبه من امتحان وزاري فهي غير مطلوبه بس قبل ما انتقل لتمرين بي من الممكن انه احد جمل هذا التمرين تجيني بس مو بهاي الطريقه تجيني بسؤال مفردات، شلون يعني استاذ؟ يعني مثلا يجيبوا لي النقطة الثالثة، يقولي لي ذا توث نوال بولد اوت ووز فراغ، هيك يسوي وكلمة healthy منطينيها اياها أعلى التمرين ككلمة اسقاطات، يقولي اسقط الكلمة بالفراغ المناسب، فهنا أنا لازم أعرف أنه كلمة healthy معناها صحي تناسب هاي الجملة، أو يجيب لي مثلا جملة أخرى، يقولي the ذا فراغ uses old fashioned equipment الفراغ الجديدة تستخدم معدات حديثة شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ وكلمة كلينك ينطيني اياها على تمرين يقول لي سقطها او يقول لك هاي الكلمة يحذفها ويقول لي سقطها اذا ذن الجمل مهمة كسؤال اسقاطات مو مهمة كسؤال صح وخطا فاحاول احفظ معاني الكلمات معاني الجمل على مود اضبط او اسيطر اذا جاب لي من عندهم بالامتحان وزاري كسؤال إسقاطات ننتقل إلى تمرين بي Make questions for the answers أعمل أسئلة لهذه الأجوبة شوف هنا أنا. هنا أنا منطيني سؤال مبعثر يطلب من عندي أني شنو أني أرتبه ومنطيني كذلك الجواب مالته يعني منطيني سؤال مبعثر ومنطيني الجواب مالته يقول لي سوي لي سؤال يعني مثلا يجاوب لي السؤال يقول لي she was reading a lot at home كانت تقرأ الكثير في البيت and keeping in touch with other dentists وتبقى على تواصل مع الأطباء الآخرين يقول لي سوي لي سؤال لهذا الجواب والسؤال منطينة تلميحاته اللي هي what نوال do before she became a famous dentist إذا ترجعون للمقابلة اللي بين الصحفي ونوال راح يتشوفون أنه سألها سؤال قالها what were you doing ماذا كنت تفعلين before you became a famous dentist قبل أن تصبحين طبيبة مشهورة فأنا نفس السؤال أصيغة لكن هنا أنا ما لا أحكي يا نوال لا أحكي عن نوال فش أقول أقول what was نوال doing ماذا كانت تفعل نوال before she became famous dentist قبل أن تصبح طبيبة مشهورة سويت سؤال عن الجواب ماذا كانت تعمل قبل أن تصبح طبيبة أسنان مشهورة she was reading a lot كانت تقرأ كثيرا إذن جبت سؤال مناسب للجواب اللي اياه مثال آخر أو النقطة الثانية A bleeding gum معناها لثة تنزف What changed نوال life ما الذي غير حياة نوال هنا شو راح تكون صيغة السؤال كذلك إذا ترجعون للقطعة إيش قال لها قال لها What changed your life ما الذي غير حياتك فأنا راح أسوي أقول What changed نوال lives ما الذي غير حياة نوال A bleeding gum نزيف اللثة Number three What نوال do next ما الذي فعلته نوال لاحقاً she participated in workshop on using lasers in dentistry اشتركت في ورش عمل عن استخدام الليزر في طب الاسنان فهنا شنو السؤال راح يكون راح يكون ما الذي فعلته نوال لاحقا فش اقول اقول what did نوال do next ما الذي فعلته نوال لاحقا she participated in workshops اشتركت في ورش عمل using lasers باستخدام الليزرز. 4 رابعا The new clinic is large and uses modern equipment. العيادة الحديثة تستخدم معدات حديثة. شنو السؤال المناسب لها؟ هو من طيني. What was the new clinic like؟ كيف كانت تبدو عيادة نوال الكبيرة أو الحديثة؟ إيش راح أقول؟ أقول What was نوالز new clinic like؟ كيف كانت تبدو عيادة نوال الحديثة؟ Number five, خامسا It's made her work more successful. جعلت عملها أكثر نجاحا. شلون أصيغ هذا السؤال؟ هو من طيني. How the modern equipment help؟ كيف ساعدت هذه المعدات الحديثة؟ شو أقول؟ how did the modern equipment help؟ كيف ساعدت هذه المعدات الحديثة؟ Poor families and families of Iraqi soldiers. العوائل الفقيرة وعوائل الجنود. شنو السؤال المناسب؟ هو نوال افر فري تريتمنت تو لمن تعطي النوال العلاج المجاني اقول هو ديد نوال افر تريتمنت تو لمن تعطي نوال العلاج المجاني هذا ما يخص تمرين بي هذا مجرد تمرين كنشاط صفي بعض الاساتذه ينطوا كواجب بيتي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الوزاري نلاحظ ان نفس الاسئله اللي سالها الصحفي لنوال حولناها هنا لكن بمكان ما اني اسال نوال بشخصها وكان دا احكي وياها لا اسوي الاسئله عنها وكان النوال غير موجوده فاذا تذكرون ان الصحفي قال للنوال قالها وات وير يو دوينج ماذا كنت تفعلين باعتبار دا احكي وياها فهنا انا اقولها وات وير يو انت تفعلين ماذا كنت انت تفعلين احنا شو نقول وات واز نوال دوينج ماذا كانت نوال تفعل وكذلك مع البقيه هذا مجرد نشاط يريد يخلي الطالب يتخيل نفسه كصحفي لان ان شاء الله بالدروس القادمه راح نلاحظ انه ينطينا هواي قطع ومواضيع عن الصحفيين وشلون من الطالب من ممكن يصير صحفي المستقبل اما تبرينسي ميك كونفرسيشن بتوين ريبورتر اند دكتور نوال رمزي يوز ذا كويستشن اند answer exercise بي براكتس ذا conversation ان بيرز شوف هنا يقول لي سوي لي محادثه بين طلاب اثنين تخيل انه واحد ياخذ دور نوال رمزي والثاني ياخذ دور الصحفي يسوون محادثه داخل الصف باستخدام شنو؟ باستخدام هاي الاسئله والاجوبه اللي طلعناهن بتمرين بي، مثل ما وضحت انه مجرد تمرين لتطوير مهاره القراءه، فهنا الانشاء صفي عباره عن محادثه بين طلاب اثنين، واحد ياخذ دور نوال، واحد ياخذ دور الصحفي ويسوون محادثه بداخل الصف، هذا كل ما يخص التمارين اللي موجوده، بقت فقط فقره اخيره اللي هي جمل صادفت في الامتحان الوزاري من هذه القطعة في سؤال اسقاطات إذا تذكرون قبل دقائق تحديدا تمرين أي اللي هو تمرين الصح وخطأ قلت لكم أنه من الممكن أن بعض جمل هذا التمرين تجي بالامتحان الوزاري على شكل هذا هذين الجمل اللي صادفت بالامتحانات الوزارية للسنوات السابقة على شكل إسقاطات مثلا إيش قال لي؟ قال لي The new clinic of نوال رمزي uses modern فراغ العيادة الجديدة لنوال رمزي تستخدم فراغ حديثة شنو الكلمه المناسبه للفراغ؟ منطيني ثلاث كلمات فوق طبعا كسوال اسقاطات، هيلثي معناها صحي اخذناها، اكويبمنت معناها معدات، وويل well نون معناها مشهور، هذني الكلمات اللي اخذناهن بدايه الدرس وقلت لكم كلمات مهمه للحفظ كمعاني، فهنا شنو الكلمه المناسبه للفراغ؟ العياده الجديده تستخدم معدات حديثه فاقول مودرن اكويبمنت، نوار رمزي ووز فراغ دنتست، نوار رمزي كانت طبيبه اسنان فراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ مشهورة فأقول well known dentist نوال likes helping people have فراغ teeth نوال تحب مساعدة الناس على أن يحصلوا على أسنان فراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ كلمة healthy أسنان صحية هذا الجمل من الممكن يجينا في الامتحان وزار على شكل إسقاطات مثل ما وضحنا بتمرين أي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا من درس بسيط ومعظم أنشطة أنشطة صفية مع ذلك الجمل اللي طلعناهن وكلمات اللي طلعناهن مهمة بالامتحان الوزاري من الممكن تجينا بسؤال إسقاطات ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة